أخبار اليوم. هتلاقوا مصطفى وعلي أمين، وعلي أمين أكتر علشان الأستاذ علي كان مهندس، فهم حريصين ان هم المسألة مش مسألة كانت بيزنس بالنسبة لهم، لكن مسألة حياة. يعني الطباعة والصحافة بالنسبة لهم زي ما مصطفى بيه كان دايما يقول انه يكتب وكأنه يتنفس، يعني كان بالنسبة له زي الهواء بالضبط. يعني فدي المراحل بتاعت كلها بتاعت المطبعة. تحت بقى هنلاقي مرحلة تانية اللي هي مرحلة انه اخبار اليوم كانت برلمان صحفي. يعني ايه برلمان صحفي؟ يعني كنت هتلاقوا اشهر الكتاب، اشهر الفنانين، اشهر السياسيين بييجوا هنا. اخبار اليوم هي اللي اكتشفته، هي اللي قدمته للجمهور، ومصطفى وعلي امين وكامل الشناوي هم اللي قدموه للجمهور كله وكده. يعني كانت مكتشفه النجوم، مش بس حتى في الطرب او في الفن، في كل المجالات، حتى في الرياضه، ولا حتى السياسة. أخبار اليوم، أخبار اليوم أسقطت وزارات وأعادت وزارات وشكلت وزارات. وأعتقد إنه إحنا العهد اللي إحنا فيه ده، لو أنتم متابعين الأخبار هتلاقونا إحنا نكاد نكون إحنا اللي بنشكل مثلا تلتين الوزارة. إنه دي مهمة الصحافة الرئيسية، إن الصحافة لازم تبقى مشاركة، على أساس إن إحنا عندنا شبكة علاقات كبيرة جدا موجودة في عندنا وفي الأهرام. والأهرام كانت بتقوم بالدور ده زمان، لكن الحمد لله بقى الدور ده رجع لأخبار اليوم. الحمد لله طبعا. أخبار اليوم أكثر اتصالا بأحاسيس الشارع والناس، فبيبقى نبض الناس منقول على صفحات أخبار اليوم. فبيبقى الوزير أو المسؤول اللي له وجود في الشارع محسوس. من هنا بتيجي مصداقية الجورنال عند الناس أولا، وبعدين المسؤول لما بيلاقي فيه مصداقية عند الناس بيؤيدها. هو إسقاط وزراء وما وزراء، يعني إيش، خلينا نقول إيش الووتر جيت بتاعتكم، يعني إيش خلال تاريخكم، يعني الأفضل. أقول الله يرحمه الأستاذ وجيه أبو ذكري كان عمل حملة اسمها نواب الكيف، استطاع ان هو يطلع 12 نائب في مجلس الشعب كانوا بيتاجروا في المخدرات، ولولا الحمله اللي عملها ما كانوش اسقطت عضويتهم. بس بتبقى الفرق بيننا وبين بقيه الجرايد او بقيه الصحف المطبوعه، ان احنا عندنا حاجه مهمه جدا ملتزمين بيها من اول حد بيخش لحد اكبر واحد في المؤسسه، الدقه والمصداقيه والحياديه. دي مسائل احنا ملتزمين بيها جدا. فلما بنيجي نعمل حمله اولا بتبقى مقروءه، بيبقى الفيد بتاع الباك بتاعها كبير جدا، كمان بتبقى مسموعه عند الكبار المسؤولين، فبياخد كلامك على انه معلومات. يعني احنا بيبقى عندنا معلومات مش موجوده عند حد تاني. يعني لو رجعتوا لاخر اخر عدد في اخر ساعه، احنا عملنا سكوب، كان الولد اللي خطف الطياره الاخرانيه ده قدم لستة، هذه اللستة ما كانتش عند حد خالص، احنا جبناها، ما كانتش حتى عند الامن، احنا جبناها بنت اخته كان هو مدهلها قبل ما يركب الطيارة. فلستة بالاسماء اللي كان عايز يخرجهم من السجن. وطبعا ده اللي بتعمله اخر ساعة، بتعمله اخبار اليوم، بتعمله الاخبار، بتعملوا كل الاصدارات كلهم في مجال. وعندنا الاستاذ مهندس حسن الزاهد، باشمهندس حسن الزاهد يكاد يكون واحد من قلائل جدا من خبراء الاجانب، من يعني فعلا من الخبراء اللي معدودين على اصابع اليد الواحده في مساله الطباعه في الشرق الاوسط. يعني وعمل تعديلات على المكنه اللي موجوده في 6 اكتوبر، وكان نفسنا نوريكم ونفرجكم المكنه اللي هناك، لكن للاسف الشديد انتوا الوقت بتاعكم ضيق. لكن الدعوه طبعا، الدعوه مفتوحه ليكم في اي وقت تروحوا تتفرجوا على الصرح اللي هناك. مبدا الرئيسي
المبنى الصحفي، وبعدين بعد ما الأستاذ موسى صبري عمل المبنى اللي بقى في 7 شارع الصحافة، احنا هنا 6 شارع الصحافة. في 7 شارع الصحافة اتنقلت الإصدارات وأخبار اليوم والأخبار هناك، وده بقى مبنى إداري. وبعدين جه الأستاذ إبراهيم سعدة، الأستاذ إبراهيم سعدة عمل مجمع المطابع في أكتوبر، وده بيوريكوا إنه المسألة عندنا ما بتقفش عند حد، مسألة متواصلة وفي بنى. لو جبتوا أي حد من الأولاد اللي بتدربوا عندنا هتلاقوا عنده المهارات دي، هتلاقوا عنده يعرف يعني إيه طباعة، هتلاقوا يعرف يعني إيه كتابة خبر، يعرف يعني إيه يعمل جورنال، يعني حد متكامل. إحنا بنبني صحفيين متكاملين العناصر. مش بس كده، مسألة تجاوزت مسألة إن إحنا عندنا مدرسة صحفية غير مباشرة بتبقى في صالة التحرير، لا، عملنا أكاديمية أخبار اليوم كان فيها قسم صحافة، وتجاوزنا الصحافة وبقى فيها هندسة تكنولوجيا الطباعة. المطبعة اللي عندنا مطبعة فيها إمكانيات ضخمة جدا جدا جدا.